الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسلامة. كعادة كل يوم أربعاء كتكون حاضرة معنا ومرافقني الدكتورة نائلة درعو اللي هي طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. صباح الخير دكتورة نائلة. صباح النور عفوا. أهلا وسهلا منورة كالعادة ما شاء الله عليك. أهلا بك وأنت كذلك. أهلا وسهلا. شوف دكتورة نائلة، بعض الناس لأنه الحمد لله تواصل مع المستمعين الكرام دائما كيكون من خلال الصفحات ديالنا ديال البرنامج مواقع التواصل الاجتماعي، الأمور كلها كذلك موقع medradio.ma، فتواصل مفتوح مع المستمعين الكرام. لما كيشوفوا الصور ديال الأخصائيين اللي كيكونوا معنا في الصحة والسلامة كيقول لك سبحان الله كاين ناس اللي من الوجه ديالهم كتعرف التخصص ديالهم. دكتورة نائلة يعني ما شاء الله بيننا دكتورة ديال الأمراض الجلدية ما شاء الله يبارك فيك. مرحبا بك معنا دكتورة نائلة. اليوم الموضوع ديالنا مهم وعنده من الأهمية، فاحنا دائما كنقولوا أنه من خلال اتصالات ديال المستمعين الكرام خصوصا في الحلقات المفتوحة. الأسبوع ديال الحلقات المفتوحة كيساعدنا كثير لأنه كنجسوا النبض ديال المستمعين الكرام، كنشوفوا أكثر التساؤلات اللي كتكون. إلى لاحظتي دكتورة نائلة الموضوع ديال الصدفية كيكون من أكثر المواضيع اللي كتطرح دائما من خلال الحلقات المفتوحة. ربما هذا الشيء اللي خلاك دكتورة نائلة تقترحي يكون هو الموضوع ديال اليوم. غنتكلموا على الصدفية بطبيعة الحال، الشكل ديالها ربما المشكل مازال فين كاين دكتورة نائلة، الخلط ما بين صدفية وأمراض جلدية أخرى. فاليوم إن شاء الله نوضحوا أكثر باش الخلط ولا داك الالتباس ما يبقاش عند المستمع الكريم. غنعرفوا الأعراض ديالها الأولى كيفاش كتبان، شكون هما أكثر الناس اللي معرضين، الطرق ديال العلاج كذلك، واش كاينه طرق ديال الوقاية من الصدفية. إن شاء الله كلها أسئلة نجاوبوا عليها في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. أكيد أرقام التواصل معكم غتكون مفتوحة هي 0522 46 72 50 51 أو 52، وما تنسوش كذلك تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080، كتبوا فقط كلمة صحة في أول SMS أو للرسالة اللي غادي نتبعتوا بها، خليوا فرق صغير وبعثوا بسؤالكم في رسالة قصيرة SMS للرقم 5080. دكتورة نائلة في البداية الصدفية بشرح بسيط كيف معوتينا دائما المستمعين الكرام يعني مشكل صحي ومرض جلدي أشنو هو؟ ألوغ الصدفية وغير باش نكمل التقديم ديالك اللي كان فريمون في المستوى، هو أنه مرض اللي كتير، داكشي علاش الناس دائما كيسولون عليها، لأنها كتصيب بزاف الناس وتقريبا راه حتى من 5 حتى 13% ديال الناس كيقدروا يتصابوا بمرض الصدفية. الصدفية في بعض الحالات إيفيكتيفمون كيكون خلط مع بعض الأمراض، ولكن في أغلبية الأحيان الناس كيكونوا عارفين عندهم الصدفية لأن كيبقاو ديزاني وهما عندهم دوك النوبات اللي كتجي وكتمشي. الشكل ديال الصدفية هو عبارة عن بقعة كتكون حمراء فوق منها قشرة بيضاء اللي غليظة واللي كتكون لاصقة على الجلد، وملي كنحاولوا أننا نحيدوها بحال كيبان لنا أن الدم غادي يخرج، ميمسي ما كيكونش واحد الدم، كيبان لنا أن التحت حمر بزاف واحد صورة كبيرة. الصدفية كتصيب بعض المواقع بطريقة أكثر من أخرى، بحال المرافق، بحال الجنور الركابي، بحال الجلدة ديال الشعر، دونك غالبا ما كتكون في هاد ثلاثة ديال الأماكن. بالعين المجردة يمكن لنا كنعرفوا شنو هي صدفية. في حالات قليلة كيمكننا نتاجئوا أننا ناخدوا عينة من الجلدة ونصفتوها تشرح في تحلل في مختبر ديال التشريح الطبي. فإمتى في هاد الحالات قليلة؟ من اللي كتجي صدفية الأول مرة وخا كتبان لنا حنا كإخصائيين وكنعرفوها، ولكن كيكون الواقع ديال انك تانونسي واحد المرض مزمن للناس كيخصهم ضروري يتاكدوا وكيكونوا تما كيبحثوا على داك التاو، حيت دائما كيبقى عندهم ولا ما كانش هي. علاش كاين هذا التخوف وعلاش؟ لان دائما كنقولوا في لي ميساج وبلا ما نقولوا حنا كاخصائيين، ملي مشينا غير للانترنيت وانا طابي صدفيه كديك الساعه كتبان لنا انها مرض مزمن، انه مرض عائلي، وفعلا كاين 30% ديال الحالات العائليه، ان ما كاينش واحد العلاج فعلي اللي غيهنينا منها. العلاجات اللي موجوده كلها واللي غنتحدثوا عليها من الاول حتى الاخر كتمكن من المريض انه يفوت النوبه اللي فيه او لا بوسي، ولكن جامي ما كنقولوا لهاد السيد راه ولا السيده ما عمر ما غتبقى تجيك الصدفيه. عندها علاقه بعوامل داخليه كثيره، تكلمتي قبيله على الوقايه، نقدروا ملي كنعرفوا العوامل اللي كتاثر على الصدفيه نقدروا نديروا واحد ليفور باش نتحكموا فيها، والمريض هنا هو اللي لا كلي تاع لو تريتمون، هو المفتاح. لان لو باسيون ملي كيعرف المرض ديالو كناخذوا الوقت باش نقنعوه، كاين بعض المرات كيكون رافض انه يعرف هذا المرض وكيحاول يشوف اطباء اخرين لعله وعلى سا يلقى شي طبيب يقول له لاه ماشي هي، ولا يلقى عنده واحد العلاج السحري. دونك ملي كيكون داك التقبل تاع المرض، ملي كتكون معرفه شامله باسباب الخارجيه اللي كتسبب في النوبات، معرفه بالمرض، معرفه بمسائل بسيطه اللي كيمكن لها ان تخرج الناس من هذيك الحاله تاع النوبه. دونك زائد ان فاش كتكون واحد النوبه خاص الانسان يلتاج هنا للطبيب المتخصص باش يعطيه علاج
باش يعرف معاه علاش جاتو هاد النوبه، لان كتكون عوامل اخرى. دونك هنا كنشوفوا هاد الناس كيكون واحد التقبل واحد التعايش مع المرض اللي كيخليهم ما كيبقاوش يجيوهم النوبات بزاف، كيعيشوا حياتهم بطريقه عاديه وبحال كيغلبوه. دونك انا دائما كنقول هاد ليكسبرسيون، واش المرض غلبك ولا غلبتيه؟ وكاين الناس اللي كيغلبوه بمناعتهم بتفكيرهم بطرقهم بشخصيتهم اوسي. كنشوفوا بعض الشخصيات المتردده والشخصيات اللي كتكون شويه مهتزه وسونسيبل كيبقاو يعانيوا بداك الصدفيه، وعاد اون بلوس كيتزاد عليهم النظره ديال الناس، وعاد كيدخلوا في واحد الدوامه اللي نفسيتهم ما حتى كتدهور، وحتى الصدفيه ما كتبغيش تعالج. نعم، السن كيلعب دور كذلك دكتوره نائله او لا؟ ممكن نشوفوها مثلا عند اطفال. وي فعلا لو عند الرضع كيمكن ليها تبان من الاول، ولكن في الاول كنكونوا دابور ما كنقدروش نتكلموا على صدفيه مطلقا، بحال مثلا بالنسبه للدقه كنتسناو حتى لواحد السن عاد كنتكلموا عليها. مي كتقدر العلامات كتبدا في الاول، وكتبدا غالبا في المنطقه ديال لاكوش الحفاضات. غير هي كيكون الخلط بينها وبين واحد المرض راه كنا شفناه اللي سميتو لا ديرماتيت سيبوغييك او الالتهاب الدهني الجلدي اللي كيجي الرضع بزاف في هاد السن، وكيبان بالقشره ديال الحليب اللي كتبقى وبالطياب اللي كيكون في التنيات زائد الطياب في هاد المنطقه ديال الحفاضات. بعض المرات كنخلطوه حتى مع لا ديرماتيت اتوبيك او الحساسيه الجلديه. دونك لذلك عند الرضيع ما كان بخونونسيوش هاد المرض ديك الساعه. لونفونس قد ما الصدفيه بدات كتبان في الصغر بزاف، الوغ قد ما يعني سورتو الحالات ديال الصغر كيقدر بعض المرات كتعالج وما كتبقاش تعاود ترجع، لانك ولكن الا كان قل من 20 عام الانسان فايت له انه تصاب بطريقه كثيره في الجسم ديالو كله، هاد الحالات هي اللي كتكون شويه كتطول وكتكون كثيره دائما، وكتبقى حتى النوبات كتجي دائما بكثره. بالنسبه للاطفال من العوامل، حيت تكلمنا على العوامل اللي كتاثر فيها، من العوامل اللي كتكون عند الاطفال وخص دائما المتخصص يبحثها هي التعفنات البكتيريه، وسورتو الاصابه بالبكتيريا اللي كدير الحلاقم لو ستريبتوكوك اللي كدير الحلاقم لي زونجين، ولا كتعطينا حتى الرواح بعض المرات، ولا سيلان في النيف. دونك ملي كتكون هاد التعفن انفيكسيون تاع الحراره بهذا، وجوست ابخي كيتبعها ظهور نوبه تاع الصدفيه، العلاج ديال هاد التعفن كيمكننا كذلك باش نتحكموا من ديك النوبه اللي كتجي. وغالبا النوبات اللي كيكونوا من بعد دي انفيكسيون كيكونوا بحال على شكل نقيطات، ماشي دوك لي بلاك الدايرين اللي في هاد المناطق، بحال نقيطات وهما حمرين وفيهم ديك القشره البيضاء، كتجي هاد لا فورم خاصه للاطفال. العوامل الخارجيه كذلك اللي تكلمنا عليها واللي مهم اننا نعرفوها ونتحكموا فيها، اولا عامل ديال لو ستريس. يعني غنتخيلوا الصدفيه بحال عندنا الاستعداد الجيني باش تكون عندنا، ياك عندنا في الكروموزومات ديالنا اون بورت هذاك لو جين هو اللي كيمكن انه ينسخ لنا لا مالادي. الاستنساخ تاع هذاك المرض ما غاديش يبان الا كان واحد العوامل هي اللي غتخليه يتستنسخ لاول مره في الحياه. شنو هو هذاك العوامل؟ اولا خصنا نعرفوا بان كاين الحالات عائليه كتوصل 30% ديال الحالات الصدفيه هي حالات عائليه. العوامل اللي كيمكن لها انها تخرج وتنسخ باش يشوف باش ديك الصدفيه غادي تشوف الوجود هي عوامل نفسيه بالدرجه الاولى. غالبا ما كيكون واحد الصدمه ان شوك افكتيف، اما مثلا بالنسبه للاطفال زياده ديال الولد الثاني اللي كياخذ الاهتمام ديال الابوين ديالو، اما واحد لا شك في المدرسه، اما نوعيه تاع شخصيه بدون ما تكون مشاكل، شخصيه ضعيفه سنسيبل حساسه اللي حتى هي كتاثر بزاف في الحياه اليوميه وسورتو في هذا العصر. دونك يكون دائما ان شوك ولا طلاق ولا موت ولا هذا، دونك ان شوك افكتيف. ثانيا كيكون عوامل اخرى مثل الفخوتمون، الحكان بالكيس، والحكان مسائل اخرى بحال الناس باغ اكزومبل كيصبنوا بيديهم ولا كيحكوا شي، هذا كيسبب في ظهور النوبه ديال الصدفيه، لانه اولا الحكان كيخلي لابوتولي ناشفه اكثر. ثانيا كاين واحد الفينومين كيتسمى لو فينومين دو كوبنغ، يعني ان البلاصه اللي حكينا عند واحد الانسان فيه الصدفيه تقدر تولي هذيك البلاصه كلها فيها هذيك الصدفيه. دايغ بعض المرات كتكون الصدفيه دايره بحال جرحه باغ اكزومبل غتمشي لنا في الاتجاه لو تراجي ديال هذيك الجرحه. كذلك ارتفاع الوزن، الوغ السمنه ديريكتومون عندها علاقه ديريكت مباشره مع ظهور الصدفيه عند واحد الانسان اللي عنده الجين تاع الصدفيه. كذلك استعمال الكحول والسيجاره حتى هي ديريكتومون كتعطينا واحد الخلايا الالتهابيه كتاكتيفا كتفيق وكتعطينا ظهور صدفيه. يعني الا حيدنا هذه المسائل عند واحد الانسان اللي عنده استعداد، تكلمنا على الامراض التعفنيه خاصه عند الاطفال، كاين بعض الادويه اللي خصها تجنب مطلقا عند الانسان المصاب بصدفيه.
على رأسهم مادة ديال الكورتيكويد اللي كتخد عن طريق الفم أو عن طريق الإبر. وشو سبحان الله العظيم دوك شنو اللي كاين بلوتو أن هاد الكورتيكويد إذا خدينا بطريقة موضعية لأنه هو العلاج تاع الصدفية كيعالج لنا الصدفية، ولكن إذا خدينا عن طريق الفم أو خدينا عن طريق حقن بالعكس غيكثر لنا النوبة ديال الصدفية. لذلك مادة الكورتيكويد عن طريق الفم أو الحقن ما خصهاش تخد عند إنسان عنده صدفية إلا إذا استدعى الضرورة في شي مرض مرضي إكس وديكس كتكون مباشره مع الطبيب ايتو. كاين ادويه اخرى اللي بحال ديال لا طونسيون ارتيريال، واحد الجوج الانواع اللي تا هما كيخرجوا لنا نوبات صدفيه. كاين واحد العلاج ديال الناس اللي عندهم الامراض البيبولير دوك اللي كتكون لا مالادي لا لا بسيكوز مانياكو ديبريسيف، كياخذوا واحد الماده اللي سميتها لسيل دو ليثيوم اللي تا هي كتقدر تخرج لنا صدفيه عندهم. غادي نرجعوا عندك دائما دكتوره نائله دراعو طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه وموضوعنا على الصدفيه. ارقام تواصل معنا مفتوحه دائما 05 22 46 72 50 51 او 52. فاصل اعلاني وراجعين، خليكم معنا على مدى غدو الإذاعة القريبة منكم دائما مع الدكتورة نائلة دراعو طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. فمرحبا بتواصلكم معنا على الأرقام اللي هي 05 22 46 72 50 51 أو 52، وبإمكانكم كذلك تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080. كتبوا فقط كلمة صحة خلوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. قبل ما غادي ناخذ أول مكالمة دكتورة نائلة، كان سؤالي فعطيتينا بزاف ديال العوامل والأسباب اللي كتكون محفزة لظهور صدفية، بغيت نسول على الجنس، واش ذكر ولا أنثى كذلك يلعب دور؟ يعني شكون اللي كيكون معرض اكثر للصدفيه؟ ما كاينش واحد التغير ما بين النساء والرجال، دونك تقريبا بحال كاين الاستعداد الجيني، ولكن ما كاينش واحد نسبه اكثر عند الرجال ولا نسبه عند النساء. نعم، كاين شي خصوص عند يعني شي خصوصيه عند الصدفيه لما كيتصابوا بها الناس اللي عندهم داء السكري؟ نو، حيت داء السكري سورتو كيمرض المناعه، نو كيقدر يعطينا تعفنات ايتو، ولكن ما كاينش زعما الحالات كنشوفوها اكثر عند الناس اللي مصابين بداء السكري. يمكن الا كانوا معصبين، ولا الا كانوا كيستعملوا بعض الادويه، ولا الا كانوا تعفنات اللي كتزيد على المناطق اللي فيها الصدفيه، ممكن هنا غيشكل واحد المشكل اللي غناخذوه كباركا. يعني ما كاينش واحد زياده بحال امراض التعفنيه غتبان اكثر عند الناس اللي عندهم الصدفيه. اللي بغيت نزيد هو ان الصدفيه ما كتكونش منحصره غير عند في الجلد، ولا عندها بحال هاد لا فورم اللي تكلمنا عليها، هي لا فورم ستاندر اللي كنشوفوها بزاف اللي فيها ديك القشره الحمراء وفوق طاشه حمراء وفوق منها القشره البيضاء. ولكن بعض المرات الصدفيه كتظهر على شكل اخر، كيقدر انها في هاد المناطق اللي تكلمنا عليهم اللي كتجي وتقدر تضيع في لوكور كله. بعض المرات ما كتكونش في هاد المناطق وكتجي غير في التنيات، وكتكون عباره عن طياب، دونك هذيك لابارتي كتبان لنا ملتهبه وحمراء بزاف ومنفوخه منتفخه، كتجي ما بين الفخذين تحت الاباط في السره ورا الودنين، دونك فلا ويليا شي بلي كتكون هذا الالتهاب. وهذا واحد النوع تاع الصدفيه اللي كيتسمى لو بسورياتيس انفيرسي، سيتادير الصدفيه المقلوبه. دونك اوليو باش تجي في دوك المناطق اللي تكلمنا عليهم اللي كونفيكس، كتجي في لابارتي العكس اللي كونكاف. وهذا النوع يقدر يكون كيجي دائما غير بوحدو، هاد النوبات كيجيو بهذه الطريقه. كيف ما كيقدروا الناس كانت عندهم جاتهم ديك الصدفيه العاديه، وفي اطار التطور ديالها جات واحد النهار هكا انفيرسي وعاوتاني رجعت عاديه. يعني تقدر حاله تعطي حاله نفسها، نفس الحاله لقاوها عند نفس الشخص. نعم. اللي سمحتي ناخذ اول مكالمه معنا دكتوره نائله. دليله على الخط من جديده، صباح الخير دليله. صباح الخير اختي، اهلا وسهلا. شكرا. عفاك ولدي اختي جات واحد الصدفيه كانت في غير وحده وبدا كينوض ليها اليوم خرج ليه كامل، ديتو عند الطبيب وخرج ليه واحد جيل دوش وخرج ليه واحد بوماده كتركب في الفرماسيان. اها، وشحال عنده من عام الوليد ديالك؟ 3 سنين. 3 سنين مازال صغير على اننا نتكلموا على الصدفيه. وشكون اللي قال لك صدفيه؟ واش الطبيب ولا انت فهمتي؟ الطبيب ديالو قال لي عنده صدفيه. وعنده فين المنطقه هاد؟ خرجت لي في كرشو في ظهره، وخرجت لي وحده في شعره وحمراء والقشره ديالها بيضاء غليظه. قال لي وراثيه. وانتم نيت عندكم حاله في العائله؟ فعلا عند با عنده وحده في رجليه.
بقات غير في رجليه ما عمرها ما انتقلت بلايص اخرين. لا دونك ماشي صدفيه. صدفيه على الاقل بالنسبه للاب غادي تكون جاتو بزاف المرات ايتو يقدر هاد الوليد تكون عنده هاد البدايه ديالها وغتكون بداتو بكري سورتو الا كان وليدات اخرين من بعد منه. الا كان تحسن بالعلاج سي تري بيان. بوغ لو مومون ما عندها غير غادي تدوز ديك النوبه ونساو هاد لا مالادي بوتيتر كما تعاودش ترجع مره اخرى. دونك على حسب تولي كداك الشيء. علاش في بعض الحالات سي حدوث هاد النوبه بطريقه تكراريه زائد المناطق اللي كتكون مصابه اللي كتعطينا واحد يعني نظره على الصدفيه هي اللي كتخلينا نتكلموا على هذه المرض الصدفيه. وفي الحالات اللي كان مثلا وحلنا ولا مثلا الناس كيطيبوا غير في ليبلي ديالهم ما عمرهم ما داروا بحال هذوك لي طاش اللي تكلمنا عليهم هنا ولا الحالات القليله راه ضروري كنديروا ديك التحليله غير كيف ما قلت لك ديجا بعض المرات كنكونوا عارفين الدياغنوستيك ولكن الوالدين ما كيتقبلوش. دونك ملي كنديروا ديك التحليل وكنتاكدوا صافي بحال كيرتاحوا سورتو تجي كنشوفوها بالنسبه للاطفال لان الوالدين كيكونوا مساكن الله يحسن العوان مبرزطين ومقلقين وعارفين ومسؤولين بزاف وما ما عاد شنو بغاو يديروا باش هذا الوليد ما يكونش عنده هذا المرض المزمن بحكم انه كيبقى دائما ومعروف عليه انه كيبقى دائما. نعم. من بعد دليله من جديد نتواصلوا مع بشرى على الخط معنا من الصطات. صباح الخير بشرى. صباح الخير. مرحبا بك. الله يبارك فيك. تفضلي بشرى. كان ممكن بغيت نسول الدكتور. نعم لا انا كنسمعك. عندي بنيه عندها 13 عام وعندها الصدفيه. ومني كانت عندها 5 سنين. وتبعت لها التريتمون داكشي ولكن مؤخرا بقيت نتبع لها غير شامبوان. ايوا. الدكتوره غتعرفوا وين الدي اف ولا ما نقول. وفي الشعر ديالها هي كانت عندها غير في شعرها ولا في شعرها وفي الحمام؟ عندها في شعرها وكانت في الاول هبطت ليها شويه على ودنيها وفليكو ولكن مؤخرا ما بقاتش فليكو. وكانت كتكون فاتها القشره في حجبانها ودنيفها؟ لا كتكون عندها القشره غير في شعرها ما عمرها ما جاتها في شي بلايص اخرين؟ لا في مره وحيده في الوكو وحده من ورا الودن. من ورا الودن وهي القشره اللي كتكون بحال هكا كتبان لك رقيقه ماشي قشره غليظه ولاصقه على الجلده وبيضه بزاف. ديال الشعر ديال الشعر كتكون طالعه. المهم الاوصاف اللي قلتي. لا لا بالنسبه لهذه ديال العنق ديال العنق كيفاش دايره؟ دايره هي حمراء وفيها قشيرات ولكن كيبانوا لك القشره رقيقه ماشي قشره غليظه بيضاء. رقيقه انا باش عرفتها مني كتمشي للحمام كتبقى حمراء لتحت فهمتي مني كتحك كتبقى انطاش داكو. ودابا بقيتي كديري لها غير لو شامبوان؟ غير لو شامبوان. والله يخليك بغيت نسولك اللي مهم ماشي انا البنيه دابا كبرات وكنت غتصايب شعرها واش هادشي ما عندوش تاثير؟ اولا بعدا مدام باش نهنيك هادي ماشي الصدفيه بعدا ماشي الصدفيه لا لان ديجا عندها غير في شعرها وشحال من عام وما عمرها ما جاتها في بلايص اخرين. الاصابه تاع الوجه والعنق والبلاصه الفوقانيه قليله بزاف الصدفيه الا ما كانتش منعدمه وعلى حسب الحموريه زائد قشره رقيقه هذا هو المرض اللي كنا تكلمنا عليه ديال الالتهاب الدهني الجلدي اللي تكلمت في بدايه الحلقه اننا كان في لا كونفيزيون كنخلطوه مع الصدفيه. ملي كتكون سوفون كتخلط مع الصدفيه ملي كتكون مضرور غير الشعر غالبا كنتلفوا ما بين صدفيه وما بين هذا الالتهاب الدهني الجلدي ما بين كزيما ديال الشعر. دوك البنيه ما عندهاش مزيان انك خليتي ليها داك لو شامبوان وغتقدري مثلا دابا سورتو في البرد الحاله كتكثر غتكوني كتعرفيها الا تعصبات الا ما نعساتش مزيان. في الصيف كتكون مرتاحه ما كتكون لا قرايه لا والو حتى الشمس عندها دور ايجابي في هذا لا مالادي. بالنسبه الا بغات تصوب شعرها ولا هذا هي با بروبليم ما كاينش ديك الحراره ديال السيشوا ماشي مشكل غير تصوبوا بطريقه مزيانه مره مثلا باقا صغير على انها تصوبوا كل اسبوع مثلا مناسبات وتخلي لو شامبوان دائما باش تبقى ما تكثرش ليها الزيت في شعرها لان قوه الزيت في هذه الحالات كيزيد يخرج ديك القشره اللي كتكون رقيقه. من الاحسن تستعمل لها الشامبوان وهذا لان كيكونوا كينشفوا شويه ديري ليها شي ملين لي ابخي باش تساعدها انها تمشطو عادي. المشيط ماشي مشكل بالمشطو؟ بيان سور خصنا نمشطو نمشطو على الاقل مره في النهار باش نحركوا الدوره الدمويه ديال الشعر وباش نغديو سي امبورطون المشيط نحيدوا داك اللي دام غاسين. دونك الغسيل تغسلي دو فوا باغ سومان الا كان الشعر ديالها ناشف شويه 3 المرات في الاسبوع الا كان ميدم بزاف وفوالا سي تو. نعم نمشيو هاد المره من بعد بشرى من سطات معنا عبد الرزاق على الخط من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الساده بخير؟ الحمد لله مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. هذا البرنامج. العفو مرحبا عبد الرزاق. الله يبارك فيكم استاذه. استاذه شرطهم في الاول ان هذا المرض
يعني في المغرب درجة الحرارة تصابوا به أكثر من 30%. لا 30% بالنسبة للعائلة، إلا كان شي حالة في 30% ديال الحالات تاع الصدفية كيكونوا عائلية، ماشي 30% ديال الإصابة بزاف. دونك تقريبا على حسب الدراسات من 3 حتى ل 13% أون جينيرال في العالم، ماشي غير في المغرب. شكرا. نعم أسيدي. هذا من جهة، من جهة ثانية أنا اقترح مثلا علاش مثلا مادام الادويه ديال 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 هذا مادام هو مرض مزمن علاش مثلا ما يكونش تخفيض حتى لان الشامبوان يعني صراحه كيطلب واحد التكلفه يعني باينه فعلا الادويه ديالو على مثلا. وكذلك انت سيدي مصاب بالصدفيه مسيدي شحال ديال المده تقريبا عبد الرزاق؟ هذا تقريبا منصور ما كنتش عارفها وبقات كتطور حتى ولات. شنو الاماكن اللي في الاول مره الاماكن اللي تصابوا وفين مشات دابا؟ لا في اماكن في الاول كان غير راسي، راسي كان عباره عن غبار رقيقه وهذا تطورت حتى ولات كتنتشر بشكل كدير ادويه فيها للناس. فاستاذ سمعت ان البيو يعني لا بيو ثيرابي راه هادشي اللي غنتكلموا عليه دابا. اول واحد دو معنا اللي عنده فريمون حاله صدفيه، ولا لاحظتي لو ديسكور ديال كلكان اللي عنده الصدفيه ماشي بحال عارف وعارف المرض ديالو وعالج معاه وعانى معاه وكيتعايش معاه. كنتمنى انه سمعتي النصائح اللي تكلمنا عليها ديال ما خصكش ارتفاع الوزن، ما خصكش تكون كتستعمل السيجاره والكحول، ما خصكش تعصب وتبعد على المسائل اللي كتعصبك، واخا ما يكونوش في غياب المشاكل تحاول تقلب على مسائل اللي غادي تريحو يحك نفسيا، وتحاول دير دوك حاله ديك لي ويكاند تاع الاسترخاء. يمشي الانسان المناطق اللي غيرتاح فيها، يل سو ريسورس فيها بحال الباديه بحال الجبل، سي امبورطون هذا لان هادشي كيبقى دائما مع الانسان. الوغ فعلا بالنسبه للعلاجات على حسب العلاجات على حسب المساحه اللي متضرره، بحال ملي كتكون مساحه قليله كنقتصروا على الكريمات، ملي كتكون مساحه اكثر هنا كنديروا العلاج على حسب العلاج. معنا عبد الرزاق مازال معنا تخي كنديروا علاجات على حسب الحاله. دونك كاين بزاف العلاجات اللي موجوده واللي عطات واحد التحسن، غير هو شنو هو المهم هو ان دائما خصنا نديروا الميزان ما بين الدواء اللي غنقترحوا وما بين لي زيفي سكوندير ديالو والاعراض الجانبيه اللي غادي تكون يعطي، لان سورتو حتى هاد الدواء اللي كاين كيعالج النوبه فقط، ما غيمكنش ليه يقول المول البسوريازيس ما غتبقاش ترجع لك. غير هو فاش كنديروا هاد العلاجات اللي غنتكلموا عليها كتخاد بطريقه عامه، يعني اما عن طريق الفم او عن طريق الحقن، وملي كنديروها بطريقه مزيانه كنخليو ان هذاك المريض كيبقى واحد المده لا باس بها انه مرتاح وما فيهش دوك الحاله ديال الصدفيه. الوغ العلاجات اللي متوفره كاينه الميثوتريكسات، دونك هذا ماشي اسم كوميرسيال، عنده اسماء الكوميرسيال ديالو. الميثوتريكسات هو واحد الميديكامون قديم صافي تقريبا اكثر من 40 عام باش كيتستعمل في مرض الصدفيه، كيتخاد عن طريق حقن اسبوعيه ماشي الكورتيكويد، حيت شحال من واحد كنعطيو الحقنه كيفكر ديريكتومون في الكورتيكويد، سي با الكورتيكويد. كندير واحد تحاليل الدم قبل، الناس اللي عندهم قصور في الكبده ديالهم ما كيمكنش لهم ياخذوه، الناس اللي عندهم امراض في التنفس وعندهم امراض المزمنه اللي كتخلي التنفس قليل بحال الضيقه بحال الناس اللي كانوا كيكميو بزاف ايتو حتى هما ما كيمكنش لهم ياخذوه. دونك هادو هما تقريبا. اما من غير هذا الشيء انه اكسبتي مزيان في لوكور ما عندوش اعراض جانبيه، رخيص جدا في لو بري ديالو، كيتخاد تقريبا مره في الاسبوع، ماشي كنديروه في اي حاله، ملي كتكون المساحه ديال المنطقه اللي متضرره كبيره تقريبا فايته واحد 30% كنستعملوا مراقبه كتبقى تقريبا كل اسبوع في الاول، من بعد كل 15 يوم، من بعد كل شهر، وكنحبسوه ملي كنشوفوا ان بلونشيمون تاع لابو، يعني لابو ولات نورمال ما فيها حتى شي طاشه ديال الصدفيه، كنقصوا بشويه حتى كنحيدوه. كيمكن نفوتوا النوبه اللي كتكون كثيره، وسورتو كنعطيو المريض واحد لا شونس باش ما تبقاش ما تجيش بسرعه. الوغ من غير هاد الميثوتريكسات كاين واحد الدواء اخر اللي كيتسمى لي ريتينويد، دونك واحد عنده واحد الاسم كوميرسيال، دونك هما سي دي ديريفي دو لا فيتامين ا. هذا باغ كونتخ عنده بزاف تاع الاضرار وخصو تحاليل قبل وكيضرنا في لي ليبيد، دونك لي تريغليسيريد وفي هذا، دونك يقدر يعطينا واحد الخلل فيه. عاد من بعد فيه واحد لو ريسك عند المراه لا فام ماشي الراجل، عند المراه فاش كتستعمل هذا النوع تاع الدواء كنقولوا لها انها ما خصهاش
خصهاش تولد عامين من بعد ما تساليه. علاش دكتور نائل؟ علاش؟ حيت كيدخل في التكوين ديال الجنين وكيقدر يعطي واحد التشوهات خلقيه. دايوغ هذا هو اللي كيوقع معاه واحد الخلط مع الدواء اللي كيتعطى في حب الشباب. شحال من واحد كيسحب هذاك الدواء حب الشباب اللي كنعطيو اللي كينشف، هو اللي توا ما خصش المراه تحمل عامين من بعد. الوغ هنا كينخلط بيناتهم لان تقريبا هما من نفس العائله ولكن ما عندهمش نفس الاضرار ونفس التاثير. دونك هذا عند المراه فقط، اما الراجل ما عندوش هذا المشكل. مي الراجل غالبا حيت ما كنعطيو حتى كتكون كذلك لا سيرفاس اتانت كثيره، دونك خصها ما تكونش عنده مشكل في الشحمه وعنده لوبيزيتي ولي ليبيد ديالو يكونوا مقادين. دونك كتبقى حتى هي واحد لا سيرفيونس. هذا الوغ هادشي كاين عاوتاني لا فوتوثيرابي، وهو العلاج بالاشعه الفوق البنفسجيه اللي كيعطي نتيجه مزيانه مستحسنه. غير هو خصك جوج حتى ثلاثه المرات في الاسبوع يخضع الانسان لهذا العلاج. اما في كاين دابا في كازابلانكا كاين لو سي اش او دونك لوبيتال، وكاين واحد الكلينيك اللي عند مجهزه بهذا النوع تاع لي زوفي اللي كدار في مرض الصدفيه. كاين كذلك واحد العلاج اخر كيتسموا لي زيمينو سوبريسور، هما ادويه ديال المناعه. دونك كاين واحد الماده اللي سميتها لا سيكلوسبورين، الناس اللي كيعندهم صدفيه راه غيكونوا فايتين شي نهار بروبوز عليهم الطبيب شي علاج من هاد العلاجات. حتى هاد الدواء عنده حتى هو بعض الاعراض الجانبيه، كيقدر يطلع لا طونسيون، كيقدر يمرض لنا الكلاوي. دونك خصنا مراقبه جد، وكوميم كنستعملوه في الحاله اللي ما كنقدروش نعالجو بادويه موضعيه. والعلاج الاخير، هادشي كله باش نرجع للعلاج الاخير اللي تكلم عليه الاستاذ، هي لا بيوثيرابي. لا بيوثيرابي هي العلاج البيولوجي اللي دابا كيدار في بزاف المجالات، مجالات تاع الامراض الجلديه، مجالات الامراض السرطانيه، اللي عطانا بزاف الامل في بعض الامراض الالتهابيه. دونك هذا النوع ديال العلاجات اللي حتى هو كنخليوه حتى الاخر، ما يمكنش نجيو نستعملوه هو الاول حيت عنده بزاف تاع الاعراض، لانه خصو يدار في لوبيتال، خصها تكون او لوبيتال دو جور يعني في سبيطار يومي، خص مراقبه. كيدار عن طريق حقن، قبل كنعرفوا شكون الاكي اون فادوني سا، عنده واحد العواقب من بعد على التعفنات، وخص واحد المراقبه جد جد ستريكت الناس اللي كياخذوا هذا العلاج. ومع ذلك بالصعوبه ديالو وكذلك بلوكو ديالو غالي بزاف، هادشي اللي بغى يتكلم عليه الاستاذ غالي بزاف. دونك سكيفي كاين الحمد لله بعض لي ميتويل دابا اللي كيرجعوه، وبعض لي اسيورونس بريفي. دونك والتكلفه ديالو زائد الاعراض ديالو ما غتخليناش نعطيوه دائما حتى الاخر. حتى كنكونوا جربنا هادشي كله وفي الاخير راه غنديروا هذا العلاج ونقدروا نبقاو مزيانين واحد عام ولا عامين وعاود ترجع المرض. يعني ماشي كنعطيو علاج فعلي نهائي، يعني امل في بعض الحالات اللي كتكون كثيره واللي ما قدرت فيها حتى شي حاجه، ولكن هذا من بعد كتقدر الصدفيه تعاود ترجع. نعم، مع الصدفيه دكتوره نائله، المناعه ديال الانسان اللي كيتصاب بالصدفيه كتاثر بزاف؟ المناعه لا، يعني في الوقت ديال الحاله ولا ديال النوبه؟ الادويه لا، المناعه ما كيكونش هناك خلل في المناعه. كاين ادويه بحال هاد لابيوثيرابي غتهبط من المناعه شويه. الادويه اللي كتحيد المناعه بحال اللي تكلمنا عليه لا سيكلوسبورين حتى هي كتنقص شويه من المناعه ديال الانسان. دونك سي بور سا، مي هو مناعته الداخليه عادية. في الحالات اللي كنشوفوا تأثير بيناتهم هي فاش كتصيب الناس المصابين الفياش أو فقدان المناعة المكتسبة. دونك كتكون حتى هذيك الصدفية كتكون كثيرة بزاف بواحد الصورة، ما كتبقاش تعالج بهذ العلاجات الأخرى، وكيكون مشاكل أخرى. الحمد لله ما عندناش بزاف تاع عليك بحال هكذا. نعم، نمشيو هذه المرة من بعد عبد الرزاق اللي كان معنا من مدينة الدار البيضاء نتواصل مع باقي المستمعين، وهذه المرة محمد على الخط من إرفود. أهلا بك محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الدكتور عندي واحد المشكل انا دابا. دابا نعم نضيع واحد لعبو في اون ميم طون، خاصنا نشوفوا امراض اخرى اللي كيمكن لها تعطينا الحكه. كيف ما شرفنا واحد النهار في الحلقه تكلمنا على انه فاش كتكون عندنا شي مرض سورتو هادشي في الامراض الجلديه، ما خصناش نربطوا اي حاجه بانت فينا بهذاك المرض. يعني غنبقاو عندنا الصدفيه واي حاجه خرجات غادي نقولوا راه هي الصدفيه. نو، ملي نشوفوا ان المنظر ديالها ماشي هو هذاك، ملي غيظهروا اعراض اخرى، ارتفاع درجه الحراره، قيح، شي حاجه مختلفه على داك الشيء اللي كاين كيجينا عاديا، دونك هنا خصنا نمشيو نشوفوا الطبيب، لان تقدر تكون امراض اخرى. مصاب مثلا بمرض الصدفيه يقدر يجي تعفن في الجلد ديالو، تقدر تجي الحكه اللي هي الجربه، وهنا غادي يولي كيحك الوغ الصدفيه ما كتحكش. دونك الحكان كيكون ما كاينش الصدفيه الا كان اما كتكون مشكل نفسي اما مرض اخر مزيود على مرض الصدفيه. تطرق كنا تكلمنا على الاعراض ديالها، وكنا تكلمنا على انه كتقدر تظهر بشكل اخر على الصدفيه اللي كتكون مقلوبه او بسورياديس انفيرسي. بعد مرض الصدفيه ما كتكونش عباره عن حموريه وقشره، كتكون عباره على نبيلات عامرين بالقيح فوق الجلد ديالنا تقريبا كله، كيتسمى لو بسورياديس بيستولو. بيستولو هما لي بيستول، لي بيستول هما واحد البقيعات عامرين بالقيح بلو بو.
وهذه ستون فورم تاع الصدفية كذلك اللي كيمكن لها تجي عند شي واحد عارف راسه عنده الصدفية العادية كيف ما كيمكن لها تجي هكاك بداية عند شي واحد معمر ما كانت عنده بحال حالة ديال الصدفية. كتقدر الصدفية كتقدر تبقى منحاصرة غير في اليدين وفي الرجلين وكنسميوها لوبسورياسيس بالمو بلونتير. بالمو سي لا بوم دو لا مان وبلونتير سي القاعد الرجل وكتبقى الحياة كلها غير في اليدين وفي الرجلين وما كتمشيش لمناطق اخرى. الو في هذه الحاله كيقدر يمكن لينا اننا نديروا التشريح الطبي لا بيوبسي باش نتاكدوا منها لان كاين امراض اخرى اللي كتقدر كتبان غير بحال هكذا. كاين الصدفيه كذلك تاع الاظافر اللي كتقدر كتبان على شكل تقابي في الضفران او على غلوديه ديال الاظافر كتصيب الاظافر تاع اليدين والاظافر ديال الرجلين كذلك. كاين الصدفيه اللي كتكون كتبان في اللسان على شكل دوك التنيات اللي عندنا في اللسان كيكونوا واسعين وكبار ولا كتبان لنا حتى لا لونغ كبيره بزاف بارابور لهذا وكيبقى هذا لو سين يعني parmi les choses اللي حنا كنقلبوا عليها ملي كنفكروا في الصدفيه كنشوفوا كي داير اللسان كي دايرين الضفران ديال اليدين وديال الرجلين. الصدفيه كذلك كتقدر تبقى غير في الجلد كيف ما انها كتقدر تصيب العظام وهنا كنتكلموا على لو بسورياسيس ارتروباتيك. ارتروباتيك هو لي زارتيكولاسيون او العظام ديالنا دونك وكتصيب العظام هنا فين غنلقاو بانها كتصيب الصدفيه ديال العظام كتجي عند الرجال اكثر من النساء لذلك غالبا ما كيجي راجل عنده صدفيه كنطلبوا ليه في حضور في وجود بعض العلامات في العظام كيضروا ظهره ولا كيضروا ركبيه كنطلبوا ليه راديوات ديال العظام ديال الظهر سورتو ديال الظهر ديال الركبي كذلك. وفاش كتكون الصدفيه يمكن تقدر تبقى في حالات قليله غير في العظام وما عمرها ما تجي في الجلد سوفون كتكون في الجلد وفي العظام وهنا حتى العلاج كيختلف. هنا باينه ديريكتومون اننا غنديروا علاجات كتخاد عن طريق الفم ماشي علاجات موضعيه لان كاين اصابه داخليه ما كنعرفوش شكون اللي غادي يجي هاد العظام وشكون اللي غايجي اللي فيه القيح وشكون اللي غادي يجي غير اللي في اليدين وما كيعنيش ان شي واحد جاته في الجسم ديالو ضروري غتمشي ليه العظام دونك لذلك اون بو با سافوار كاين اللي كتبان فيه هكا كاين اللي كتبان فيه فيهم بجوج كاين اللي كتجي غير حاجه واحده. نعم كان سؤالي دكتور نائلي بما انه شرتي على انه حتى يعني التركيبه والشخصيه ديال الانسان كتلعب دور يعني الناس اللي كيكونوا عايشين الضغط والتوتر بزاف الناس اللي كيهزوا الهم لاي حاجه واخا كتكون بسيطه بزاف فكان سؤالي على العدوى يعني كنتخيل هاد الناس اللي هما يعني بهذه الشخصيه وفيهم الصدفيه والنظره ديال الاخر فهنا علاش كيمشى سؤالي للعدوى الصدفيه واش فيه العدوى ولا لا علاش لانه كنشوفوا ناس اللي ربما لما كيشوف هذوك لي طاش ولا كذا كيحاول يتفادى داك الانسان يقدر ما يسلمش عليه يقدر اللي كيوقع صدفيه هو مرض غير معدي نهائيا وكنشوفوا بزاف الامهات اللي كيجيو في الفتره الدراسيه سورتو فاش كتكون الصدفيه جات في الراس واللي حتى المدرسه كيطلبوا منهم واحد رساله من الطبيب كياكد بان هذا ماشي مرض معدي وحتى مالوغوزمون حتى في عالم الاطفال يعني الصغار وكيكون داك شوش فيك انت هذا ما غنسلمش عليك شوش عارف كي داير دونك اكثر من لي زادولت مازال البالغين كيشوفوا شي حاجه وكيسكتوا ولا غيتجنبوا بلا ما يجرحوا اما الاطفال لا سبونتانيتي ديالهم كتخليهم كي يصدموا بعضياتهم بكلام اللي كيكون شويه قاصح وما كيكونش بيان فيكو سورتو عند نفسيه الاطفال وهادشي اللي كيخلي حتى الاباء كيمرضوا ما كيعرفوا اشنو ما يديروا. وهنا كنقولوا سورتو للوالدين انهم يحاولوا ميم سي كنقولوا حنا هكذا راه اون اريف دائما اتريتي دوك النوبات ان شاء الله بالمساعده ديال بيان سور الوالدين وكنحاولوا نشوفوا شنو هادي ونقدموا هادي وهادي 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 باش كندوزوا ديك المرحله غير يحاولوا ما يمشيوش لشي مسائل خاطئ اللي غتكون عليها خطوره عليهم دونك اما ياكلوا شي حاجه عطاها لهم شي واحد ولا يديروا شي خلطات اللي غتقدر تكون مسمومه على الجلده ديالهم دونك الحاجه يعني ما نحاولوش نعالجوا بالمرض. ابسط مثال اسمحي دكتور نائل ابسط مثال الحنه الناس اللي فيهم صدفيه الحنه مثلا نقش هذه الامور الحنه بعدا الا داروها باش يعالجوا ديجا كتنشف وعندهم الصدفيه كتكون اصلا نشوفيه في الجلده وهذوك لي طاش حمرين وفيهم قشره بيضاء دونك ملي كيطر عليهم الحنه كيزيدوا ينشفوا يقدروا يتفلحوا دونك هذا الا كانت جلده صحيحه ما فيها حتى شي حاجه يمكن هاد النساء يديروا الحنه ينقشوا يا با بروبليم. نعم اذا وصلنا دائما تواصلنا مع المستمعين الكرام وارقام مفتوحه 05 22 46 72 50 51 او 52 والرقم 50 80 كتبوا فقط كلمه صحه في اول اس ام اس اللي غادي تبعثوا به خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 50 80. نورا على الخط معنا من مراكش اهلا بك نورا. نورا صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله. فاطمه من الدار البيضاء ماشي مراكش. اهلا وسهلا بك فاطمه من مدينه الدار البيضاء. قالوا لي نورا من مراكش. اهلا بك فاطمه حبيبه. الله يجازيك بخير. عندي بنتي فيها الصدفيه كانت لها في راسها ودابا ولات لها في رجليها بجوج.
فين في المرا في الركابي ديالها ولا فين؟ لا في سيغانا. داك شحال عندها من عام؟ عندها 15 عام. 15 وديتها الطبيب ثلاثة الطب اللي ديتها وخرجوا لها الضوء وداك الشيء، ولكن دابا ناطت لها دابا في رجليها. لا كتبرا وعاود دابا عاد ناطت لها مرة أخرى. كتبرا وتترجع دابا ديال رجليها ما حيدتش لا ما براتش. غير سمحي لي هنا لالة فاطمة، هاد الثلاثة ديال الأطباء اللي خديتي عندهم البنيتة كلهم قالوا لك راها صدفية. قالوا لي كلهم صدفية. وياك وسميتو تخرجوا لي الدواء ديالها ديال سميتو ديال الشعر، في الأول كانت لا في شعرها. دابا عاد طورات والنفسيه ديالها كيفاش كتبان لك انت؟ لا يا عصبيه. وي بزاف بزاف وكتعصب وتقول لي ما تاكلش الحوت الكحل وحيد لها لدام، ولكن هي ما تاكلش هي الخضره ديال الدار، هذا هو المشكل. واش غليظه اوسي عندها ارتفاع الوزن؟ لا رقيقه، لا رقيقه ما غليظاش. وهاد الحاله دابا اللي فيها دابا خصك تعالجيها، رجعي للطبيب اللي شفتي. لا رجعت شحال من خطا ترجع، ولكن دير رجليها خرج لها واحد الحليب تدهن به رجليها. ولكن تيبقاو لها داك بحال الحبوب غليظ شويه. واش بحال الصدفيه استاذ طاشه حمراء وفوق منها فوق منها قشره بيضاء وفوق منها قشره بيضاء قشره بيضاء والعلاج في شعرها كانت لها قشره غليظه غليظه هي ولات رقيقه ما بقاتش غليظه. داكوغ دابا بالنسبه لهذه الحاله الحمد لله عندها منحصر كوميم، باقي ما فايت حتى 2% من لا سيرفاس اللي اتانت. دونك كاين علاج، العلاجات الموضعيه راه على راسها ماده الكورتيكويد اللي خصو يدار عاوتاني بطريقه طبيه، وما يبقاوش الناس يديروه بوحدهم. كنشوفوا مالوغوزمون حالات ديال الناس بقاو كيشريو البومادات بوحدهم كيديروها دائما حتى كيجيونا في واحد الحاله ديال الجلده الرقيقه، العروق محضرين بزاف. عرفتي شي مناطق العروق كيبانوا كلهم ديال الرجلين، بحيث انهم كيستعملوا ماشي كريمه في النهار، تيوب في النهار كيديروه يوميا باش ما تجيش ديك القشره، وكيوصلوا للسكر، كيوصلوا لهشاشه العظام، كيوصلوا للطونسيون كطلع. زعما ما خصناش نبقاو نشوفوا بحال هذا الشيء، النوبات نخليوها للمتخصص. بحال دابا خصها ترجع عند طبيب متخصص. عاود توتالوغ شار الاستاذ عبد الرزاق اللي كان التدخل ديالو مزيان انه الغلاء ديال هاد الادويه فعلا مالوغوزمون في العالم كله ماشي غير في المغرب. الشامبوانات والصابونات والحليب ما دخلش في لي برودوي اللي كيرجعوا في لاميتويل. دونك يعني ماشي غير مشكل ديالنا غير في المغرب، ميم اون فرانس او زيتازوني في العالم كله كيعتبروا بحال تجميليه، دواء تجميلي كوزميتيك للاسف. حقيقه الامراض كتبقى، لان عاوتاني ما نساوش ان هاد المواد يمكن كتكلف تكلفه اكثر، وعاوتاني دونك سي بور سا كو ما كترجعش. باغ كونط الفانيد ماده الكورتيكويد اللي كدار موضعيا، العلاجات الاخرى اللي تكلمنا عليها بحال مثلا الميثوتريكسات كيرجع في لاميتويال، الادويه الاخرى حتى هذيك لي سيونس اللي تكلمنا عليهم تاع لا فوتوثيرابي او العلاج بالاشعه الفوق البنفسجيه تي بي بي كيرجع في لاسيورونس، داخل في في الادويه اللي كتكون غومبورسي باغ لي زاسيورونس ولي ميتويال، حتى ميم لامون كيرجع فيها. دونك وحتى وجوده في لي زوبيتو بوبليك بحال ابن رشد، دونك يخلي ان اكسيسيبل حتى للناس اللي عندهم الراميد. دونك او موان سا والادويه كترجع بلا ميتويل. مالوغوزمون الكريمات ولي شامبوان وداك الشيء ما كيرجعوش. كاين جمعيات اللي كيعالجوا مرضى الصدفيه، دونك على راسها جمعيه جلدي اللي كاينه في ابن رشد واللي دارت بزاف ديال لي ترافو من شحال هذه وجوسكا مانتنون، كيعاونوا الناس اللي كيكونوا معوزين وما عندهم حتى شي حاجه. والجميل فيها لانه المسؤولين على هذه الجمعيه هما اطباء اللي في الناس المستشفى. حنا فاش كنا دزنا كنا ضروري كنا هذا الشيء لما كتلقى اخصائيين واطباء واللي هم عارفين وشافوا هذه الحالات وكذا، اسوا واحد الجمعيه اللي من خلالها نعم يساعدوا هاد الناس. المؤسسين من هنا كنشكروهم مؤسسين هذه الجمعيه اللي هم عارفين راسهم بلا ما نذكروا الاسماء، واللي كانت الحمد لله عندها وقع وعاونات بزاف الناس، خاصه في هذه الادويه اللي ما كترجعش في لاميتويال او ماشي غومبورسي، منهم كريمات ومنهم شامبوانات. وبقى لحد الان الابواب ديالها مفتوحه، خاص الانسان يمشي للسيرفيس اللي هو النمره 42 وكيتم دراسه الحاله، عند واش عندها نيت امكانيات ولا لا، الشهاده ديالها ديال الاحتياج ايتو، وكتبقى ديك المساعده اللي كتدوم في الوقت بالنسبه للامراض المزمنه الجلديه. نعم، رجع لعندك دائما دكتوره نائله دراع، طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر، ودائما في حلقه اليوم برنامجكم صحه وسلامه على ميد غاديو. فاصل اعلاني وراجعين، خليكم معنا برنامجكم صحه وسلامه. مازال متواصل معكم رفقه الدكتوره نائله دراع، طبيبه اخصائيه
الوقائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر. الموضوع هذا اليوم على الصدفيه. غادي نمشيو للاس ام اس دكتوره نائله من عند نوره من مراكش. كتقول دكتوره نائله بغيت نقول لك عندي بنيته في العمر ديالها 9 سنين كنلاحظ على انه الوقت اللي كنديها للحمام وكنحك ليها بالكيس كيولوا فيها طبايع حمرين وكيدوزوا بواحد القشره وكيحكوها بزاف. بغيت نعرف واش هنا ضروري خصني ناخذها عند طبيب اولا نوقف ليها غير الحكان وما بقاش نديها للحمام؟ دون ان بروميي طون توقف لها بعد الحكان وما تبقاش ديال الحمام وتستعمل لها شي حليب ميدم باش تبقى تدهن ليها لو كور ديالها. يقدروا يكونوا هادو غير علامه ديال النشوفيه ديال الجلده والحساسيه مع النشوفيه ملي كتكون كثيره كتقدر تعطينا بحال دو ليكزيما دونك فيو كو الحكان بزاف ما كيبانش لي بان هذا مرض صدفيه. الا بقى فيها هادشي تما تديها عند طبيب متخصص. اس ام اس معنا من عند دريس من مدينه الدار البيضاء كيقول ان كناخذ الدواء اللي خاص بالعلاج ديال الصدفيه وكناخذ الدواء ديال السكر غير الكينه ماشي ليبرا. بغيت نسول دكتوره نائله واش كيكون شي تاثير ما بين الدواء ديال السكر والدواء ديال الصدفيه؟ لانه بعض المرات كنلاحظ الوقت اللي كناخذهم بزوج كيتزاد عندي المشكل ديال الحكان. دونك مالوغوزمون ما قالش لنا شنو النوعيه تاع الدواء اللي كياخذ. الا كان كياخذ شي دواء عن طريق الفم عن طريق الفم لانه قال اقراص حتى بالنسبه للسكري اقراص الوغ. الا كان عن طريق الفم الادويه اللي كاينه تاع الصدفيه عن طريق الفم هما دوك جوج الانواع اللي تكلمنا عليهم لاسيكلوسبورين اللي هو عباره عن دواء اللي كيمشي كيحبس الالتهاب وبيان غادي يكون كياخذ الدواء الاخر اللي هو من ديريفي تاع لا فيتامين ا. الوغ هادو بجوج عند اللي كاين عند مريض بدا السكري تيب 2 لانه هما اللي كياخذوا الاقراص غالبا ما كيكون حتى ارتفاع الوزن دونك لذلك خصو هنا فين يدير اتونسيون من هاد الدوايات مع الا كان عنده ارتفاع الوزن والدواء ديال السكر وديال السكر. دونك سكي فيه هو غالبا خصو من غير انه يعالج الصدفيه حتى الى تقاد له السكر ديالو وضعف مزيان خصو يعرف بانه حتى الضعف غادي يعاونو حتى باش يتغلب على مرض الصدفيه وما يبقاش يجيو دوك النوبات بزاف. اسمس من عند كيما من الرشيديه كتسولك دكتوره نائله كتقول لك واش الصدفيه الا كانت في الشعر كتنسل معها ولا كتحيد معها الشعر ما كيعاودش يرجع؟ نو غالبا لا الا الا كان واحد الالتهاب مزمن وكانت بحال القشره غليظه اون كاسك وبقات موده وما عالجناهاش ممكن انها تخنق. هذا ماشي بحال الامراض اللي الاخرى اللي كتنتف معها الشعر ملي كيمشي الشعر من البلاصه اللي كيكون فيها هذيك القشره غالبا ما كنفكروا في التونيا ولا كنفكروا مثلا في الثعلبه غير الثعلبه ما كتكونش فيها القشره ولا امراض اخرى اللي كتصيب لنا الفروه ديال الراس بحال واحد الامراض الالتهابيه اخرى اللي سميتها لوبوس بحال واحد المرض ديال لاساركويدوز. بزاف الامراض تقدر ملي تجينا في الشعر وملي كتسب في الفروه ديال الراس كتدي معها الشعر وكتبقى هذيك البلاصه ما كاينوش فيها الشعر. دونك هنا الا كانت عندها بحال الحالات خاصه تلتجا ديريكتومون لطبيب متخصص في الامراض الجلديه. نعم دكتوره نائله مجموعه من النصائح نذكروا بها. انت شرتي بزاف ديال الامور اللي عندها علاقه بالوقايه بالنسبه للصدفيه فبها نعاودوا نذكروا ونختموا اللقاء ديالنا اليوم من برنامج صحه وسلامه ان شاء الله. بالنسبه كاين الامل الحمد لله دائما في حدود نوبه. العلم وصل انه غيعاون الناس انهم يتفاداو ديك النوبه اللي غتكون فيهم على حسب النوبه والحد ديالها والمساحه اللي مصابه غادي نبروبوزيو داك الساعه العلاج المناسب. والنصائح اللي خصها تكون اولا نحارب ارتفاع الوزن ما ناخذش لا سيغاريت والكحول لان ممنوعين عند لي جون اللي عندهم صدفيه. ما نحكش بالكيس ونيدغات البشره ديالي يوميا لان كتكون فيها نشوفيه. نحاول ندير جميع الاشياء اللي غتخليني نبتعد على لو ستريس كو ساسوا لو ستريس اللي العقل ولا لو كور ولا مشاكل ولا لو مود دو في كله نحسنوا باش نكون في مورال جيد جدا ونبتعد على الادويه اللي تقدر تصيبني بالصدفيه على راسها الدواء اللي كيتستعمل بزاف هو ماده الكورتيكويد عن طريق الفم او عن طريق الحقن. مرضى الصدفيه ما خصهمش ياخذوا لانه يقدروا يسببوهم في حدوث نوبه في الجلد ديالهم. الانشطه الرياضيه مثلا كنعرفوا انه الرياضه كيخصها واحد اللباس معين. الانسان اللي عنده صدفيه وكيمارس مثلا الرياضه وكيعرق وهذا الامور كلها كيكون تاثير اكثر على صحته ولا لا؟ با دو تو بالعكس الرياضه كتعاونه معنا ان المغالب يبقى مزيان غير فاش غادي تكون ديك الحالات الصدفيه في لوكور ديالو. بالنسبه للرياضه ديال السباحه او لاكواجيم ما غيمكنش يديروها لان بريمو الكلور غادي يزيد ينشف لهم الجلده ديالهم زائد ملفت انهم غيتعراو فيهم داكشي الناس غيقدر ما يعجبهمش الحال وغاديك النظره ديالهم اللي غتزيد هما تازمهم. دونك ملي كتكون فيهم كثيره نتجنبوا السباحه.
ألف شكر لك دكتورة نائلة برعون، طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. إن شاء الله موعدنا معك الأسبوع المقبل إن شاء الله بحول الله. إحنا وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، إن شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد، ودائما كيهم الصحة والسلامة ديالكم في الحلقة ديال غدا. لكم أطيب ورق تحية من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون وفاء فايز فندر رفقتني في الإخراج، وسميحة كانت استقبال مكالماتكم. صبيحة سعيدة.